السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غنبداو الجزء الرابع من القصة. اللي مازال ما تفرج في الجزء الاول الجزء الثاني تشالش احبس الفيديو هنا وارجع تفرج فيه، ديك الساعة ارجع اكمل معنا الجزء الرابع. قبل ما نبدا القصة مرجو الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، شي جيم وتعليق للتحفيز وشكرا. يلا نبداو القصة. قاينة مريم في السبيطار وحالتها صعيبة. ملي سولت الرجال شنو واقع قالوا لي بلي تعرض للهجوم من طرف شي تجار ديال المخدرات، كنا ضربنا لهم شي مليار ديال السلع تقريبا. ديك اللحظة ما تصوروش شحال كنت معصب. مشينا ديك الساعة باش نتحاسبو معاهم لكن ما لقيناش ليهم الاشار، لكن ما استسلمتش، قلت نخليه حتى نطيحهم في شي فخ. ما علينا، رجعت عند مريم لقيتهم داروا لها عملية وقالوا لي الطبيب اللي غادي تولي بخير. من بعد ملي فاقت دخلت عندها وبديت كنهضر معاها. كانش هذه اول مره غادي نهضر معاه من بعد الجنازه ديال بابا، حيت ما كانش عندي الوقت. اول حاجه قالت لي حتى انا كنبغي وانا نتفكر الورقه اللي عطيتها في المطار. ما تصوروش شحال فرحت، عشان شي قام نسيتو كاع. دازت يومين خرجنا من السبيطار واحتفلنا بيه. من بعد عرفت عليها الزواج، فعلا تزوجنا. واول حاجه درت هي بدلت المقر، خفيت الهويه ديالي اني الشاب ديال المافيا باش والديا ومريم يبقاو في امن. من بعد العرس مشينا دوزنا شهر العسل في تايوان ودزنا لهونغ كونغ. كنا كنتسركلو كل حرية، حيت انا اصلا معروفش بحكم، كنت واخد الاحتياطات ديالي من الاول. ديما كنخبي وجهي بشي ماسك من غير بشي عمليات كبار واللي على برا. دار شهر العسل ورجعنا في حالنا، وكنت مرة كنت داي عند الوالد والوالدة في العربية. بقات الحياة غادا هكا، انا مرة في شي صفقات ديال الحشيش ومرة في الابتزاز، حتى لواحد النهار غادي تجيني اخبار خايبة من الحلف الروسي. وفاة الشاب ديال المافيا الروسية اللي كتعتبر اقوى اخطر رجل المافيا في العالم، لدرجة الرئيس الروسي حضر في الجنازة ديالو، هو قياد الجيش الروسي. من بعد الجنازة رجعنا في حالنا وكملنا الاعمال ديالنا بشكل عادي. واحد النهار غادي نتلقاو عرض من عند واحد البرلمان بغا يهرب الفلوس ديالهم لبنما مقابل 500 مليون. حنا اولا التهريب ماشي خدمتنا، وثانيا حتى لو كنا كنديرو هاد الخدمه ما غاديش نقبل بكل بساطه، ما يمكنش ليا نتيق فيه. مي هو بقى كيلح علينا وقال لينا باللي ما باغيش يخلص على هاد الفلوس الضرائب. انا رفضت حيت جاتني بشكل واحد بحالي ودير الثقه فينا ويطلب منا نهربوا ليه الفلوس، ولكن هو بقى مصر باش نفذوا ليه الطلب ديالي. شفت حتى عيط وانا نحط ليه فردي فوق راسي وقلت لي يا اما تمشي بحالك ولا نتيري فيك. صافي السيد شيخ غادي يحامض هو يمشي بحالك، لكن بقينا مراقبين واحد المدة تتأكد بلي ما غاديش يشكل علينا شي خطأ. عاد حلبنا عليه بعد عامين ديال الزواج بمريم غادي تزاد عندي ولد. فرحت في نفس الوقت وليت خايف حيت يقدر يديوه ليا وهما ما اغلى ما عندي من بعد والدي. حاولت نربيه باش يكون رجل صالح مبغيتوش يمشي في الطريق اللي مشيت فيه، كنت مبعدو على الامال ديالي. المهم بقى كيكبر شويه بشويه دخلته المدرسه، وفي العطله كنديه هو وماما العربية. المهم الطفوله ديالو دازت مزيان، وملي كبر ولا عارف ولا رد معايا البال ملي كنجي مع الطالب ليه ولا كيشك في نوع الخدمه اللي كندير. مي انا كنت كنكذب عليه، وحتى ماما كتقول لي بلي راه خدام خدمه مستقره، حتى واحد النهار غادي يشوف عندي الفردي هنا غادي نضطر نكذب عليه او تانو نقول لي بلي راني بوليس. مي ندمت علاش قلت ليه، حيت غير سمع بلي انا بوليس وهو يفرح بزاف، ولا كيقول لصحابو في المدرسه بابا بوليس ولا تلاقى ما كيقول. ومن تما ديما كيسوني شحال من شفار شديه وشحال من قتال وشحال من، ولكن هو ما عارش بلي بابا هو اخطر مجرم. من بعد ما غادي يولي يقرا في الكاتريام غادي يتزاد عندي ولد اخر، لكن هاد الولد غيخرج كيشبه ليه وغادي يولي عنيف وعزيز عليه المشاكل ماشي بحال خو. ولكن واخا هكا كنت خايف عليه اكثر من الله، حيت ما بغيتش حتى شي واحد منهم يولي بحال. من بعد الدري الكبير خذ الباق وقرر باش يدير القانون ويولي بحالي بوليسي زعما. داك يقرا على القانون كيجي ديما هو الاول، ملي كمل القرايه توظف مباشر طبيعة الحال. تدخلت ليه انا واخا كنت رافض هذه الفكره حيت ما بغيتوش يكون العدو ديالي، حيت بمجرد انه يدخل الامن غادي يعرف حقيقتي يمكن ما يبقاش يحمل. بديت كنفكر نقول ليه الحقيقه ديالي ما يخافش تاثر علي نفسيا وخليش على منى. المهم صيفطت يخدم الداخله بعدو عليا، هذه حاجه مزيانه.
أما الدري الصغير خرج ليا من الشرب، داك الشي اللي ما بغيتش هو اللي وقع. ملي كبر شوية ولا كيدخل راسو في المشاكل وكيجبد صداع، صيف أخرى جدرا ما عنده ودا حشا من الألعاب اللي كيلعب غير دير القشيلة ونطعي فيه. واحد النهار كنت دير اجتماع مع الرجال كنهضرو على واحد العملية غادي ننفذوها ديك الساعة، وسمع كلشي مشاو تخبانينا في الكوفر ديال الطوموبيل. ملي وصلنا للبلاصة كنت تفاجئ القيشو كيتسلى شي مورا الطوموبيل وانا نشد ما عرفش من دير. ديك الساعة ما يمكنش لينا نلغيو العملية حيت هادي هي الفرصة الوحيدة اللي عندنا. في نفس الوقت كنت خايف عليه حيت غادي تنوض ورطعت. المهم قررت باش نخليه ونبقى راكي البال. انا التركيز ديالي ما بقاش مع العملية، مليش مركز عليه غير هو باش وقع لي شي حاجة عشي لا تقاس مريم غادي تلومني غيران. من بعد جاو دوك اللي كنا مستهدفينهم ويتنوض، وكان غير طرطيق. الحمد لله وقع لي والو ورجعنا في حالنا، ولكن تلاقاو في الجزء الخامس. الى عجبك الفيديو مرجو الشيرك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's always a good time for Slav Polka.